بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف خلق الله وعلى آله وصحبه ومن ثم أما بعد. أعزائي الطلاب، أهلا بكم في اللقاء التاسع والذي سوف نتكلم به عن جريمة الرشوة. عزيزي الطالب، بعد دراسة هذه الوحدة ينبغي أن تكون قادر على أن تعرف جريمة الرشوة، تناقش الأركان اللازمة لقيام جريمة الرشوة الأصلية، تبين جريمة الارتشاء اللاحقة وعقوبتها، توضح كذلك جريمة عرض الرشوة وأركانها وعقوبتها. طبعا الرشوة يعني وطبيعتها، تقوم جريمة الرشوة على فكرة الإتجار بالوظيفة العامة. إذن الأصل أنه الموظف العام إنما يأخذ راتبه وأجرته من الدولة مباشر، وهذا للثقة الذي أعطيته الدولة له، ولكي كذلك يكون هذا الموظف محل لهذه الثقة الذي أعطته الدولة هذا المكان أو هذا المنصب وهذا العمل. فمعنى يجب عليه أن يكون أمينا على ما وضعته الدولة فيه، وعلى ذلك لا يكون أجرته إلا من الدولة، وأي أجرة تأتي من غير هذا المسلك يعتبر بأي طريقة من الطرق كهدية أو هبة أو كأن يسهل شخص لآخر استعمال مثلا عقار ولو بمبلغ رمزي، أو إعطاءه كذلك مساءلة سيارة واستعمالها بشكل معين مثلا في مناسبة من المناسبات، بأي طريقة من هذه الطرق تعتبر هذه أحد الوسائل التي تدخل فيها مسألة الرشوة والارتشاء. طبعا مسألة التشريع في تجريم الرشوة تأخذ أحد النظامين، تعتبر الرشوة جريمة واحدة فاعلها الأصلي الموظف العام، باعتبار أن جوهر الرشوة هي الإتجار بالأعمال الوظيفية، فهو يقوم باستغلال وظيفته في هذا المكان ويمارس بشكل أو آخر يعني أن يحصل على منفعة معينة بسبب هذه الوظيفة. ولذلك تجد القانون كان صارما يعني بشكل قطعي ألا يأخذ شيء ما ليس له حق من أي شخص، وسبب حتى لا يدخل في أي مظنة من مظن هذه الجريمة. وطبعا وهما لا يمكن حدوثه الا من موظف، طبعا يعني بحاجه او كان يكون شريكا في هذه الجريمه. وطبعا هناك طبعا النظام الاخر هو يقوم على ان الرشوه تشمل جريمتين منفصلتين، احداهما تسمى جريمه الموظف المرتشي وتسمى بالرشوه السلبيه، والثانيه جريمه صاحب الحاجه وتسمى بالرشوه الايجابيه. وطبعا القانون اخذ بهذا النظام، ياخذ بنظام وحده ويؤخذ على نظام وحده الرشوه افلات الراشي من العقاب، بينما القانون اليمني أخذ بوحدة قد أخذ بنظام وحدة الرشوة حينما أخذ أن الرشوة جريمة موظف عام، كما أنه تلافى أوجه النقد الذي وجه إليه، فكذلك أخذ يعني تستطيع تقول أنه أخذ بالتوجه الثاني الذي أخذ أن هناك جريمة ترتكب من مساءلة الموظف، وكذلك الجريمة الأخرى التي في مساءلة الارتشاء. أركان الجريمة، تقوم أركان الجريمة على ثلاثة أركان كالتالي. أولا صفة الجاني في جريمة الرشوة، القانون قد حدد صفة الجاني وحتى يكون محل لهذه العقوبة، وهو لابد أن يكون موظفا عاما. فإذا قام الموظف بهذه الوظيفة واستغلها بأي نوع من الأنواع يكون بهذا قد دخل في هذه الجريمة من أوسع أبوابها، ولو بأي طريقة من الطرق التي تعبر عن مسألة أخذه لإعطية بأي طريقة كانت، سواء كانت شيئا نقديا أو كانت شيئا عينيا أو كانت أن سهل له الشخص الذي يريد منه شيء، كأن أعطاه مثلا منفعة عقار أو مثلا على سبيل المثال أعطاه شقة وأجره إياها بمبلغ بسيط، يعني تكون أجرة الشقة على سبيل المثال مثلا 100,000 ثم يعطي له ب20,000 مثلا، وهو يستفيد من هذا الموظف بهذه الطريقة الذي يبدو أنه هذا الأمر، أو أعطاه مثلا سيارة يستعملها في حياته اليومية أو في مناسبة من المناسبات، يعد كذلك هذا من قبيل الدخول في هذا الأمر. تعرف طبعا قانون الخدمة المدنية للموظف العام قد ذكرنا أنه هو الشخص المعين بقرار من السلطة المختصة للقيام بعمل ذهني أو مهني أو حرفي أو غيره
تنظمه وظيفة مصنفة معتمدة في الموازنة العامة للدولة. وكذلك نص المادة 1 من قانون العقوبات وحدد بشكل مفصل لما يسمى مسألة الموظف العام، وجعله يعني ابتداء برئيس الجمهورية وانتهاء بالموظف المختص. فكل ما هو في هذا الإطار يعد كذلك من موظف العام. فوجود الموظفين في الشركات العامة وفي الهيئات العامة وفي الوزارات وغير ذلك، كل في منصبه قام بفعل من أفعال، سواء كان ذاك الفعل سلبيا أو كان الفعل إيجابيا، سواء كان ذاك الفعل يعني بقصد يعني بقصد امتناع أو مسألة عرقلة أو غير ذلك، يبدو أنه يدخل في هذا الإطار. كذلك حددت المادة 5 من قانون موظفي الدولة الموظف العام بأنه كل من يعين بقرار من السلطة المختصة في أحد الوظائف الدائمة أو المقطعة بميزانية كل وحدة، والشرط في وصفة الموظف العام وفق ما تقدم أن يعين الشخص من قبل السلطة المختصة بإجراء صحيحة في أحد الوظائف التي حددها المشرع. كذلك عرف القانون كما قلنا القانون الجنائي للموظف العام، وجعل هناك شرطا له: يعتبر الشخص موظفا عاما في نظر القانون الجنائي بشيئين اثنين، وهو أولا مباشرة الشخص نشاطا عاما في جهة عامة أو في مكان اختصاصه في هذه الجهة العامة، أن يسند في مباشرة ذلك النشاط على قاعدة قانونية أو موافقة الجهة العامة الصريحة أو الضمنية. طبعا على بناء على هذا الأمر فهو كمان يدخل كل ما هو في هذا الشرطين وغيرهم ما نص عليه القانون اليمني في المادة 1 من قانون الجرائم والعقوبات، أنه يعتبر في حكم الموظفين العموميين الموظفين التالي وعد من رئيس الجمهورية الذي يعتبر في هرم السلطة إلى الموظف المختص في أحد الشركات العامة أو أحد الهيئات والمؤسسات العامة. 3 وجوب توفر الصفة وقت ارتكاب الجريمة، حتى نقول أن تعتبر هذه الجريمة واقعة وأن ما حدث تعتبر تمثل مسألة رشوة، يجب أن تكون صفة الفاعل كموظف عام سارية، بمعنى أنه إذا لم يكن ذلك الموظف قد تم تعيينه بقرار من الجهة المختصة، أو أنه كذلك يعني كانت تلك الجريمة سابقة على ذلك القرار، فالذي يبدو أن هذا يعتبر من الأمور المؤثرة في مسألة الجريمة. كذلك الركن المادي لجريمة الرشوة، تقوم جريمة الرشوة على أمور: 1 الطلب أو الأخذ أو القبول. فإذا حدث من الموظف أن قام مثلا الموظف يعني يريد أحد الأفراد لديه معاملة معينة لدى الوزارة، ثم يقوم هذا الموظف يعني ويلمح له أو يطلب منه ربما مباشرة أو بشكل يوحي له أو بآخر يعني أنه ممكن يمشي له مسألة هذه المعاملة شريط يعني شيء معين، فالذي يبدو كذلك أن تقوم مسألة هذه الجريمة، وذلك لابد أن الركن المادي يأخذ الصور الثلاثة الذي مبتدأة بمسألة الطلب، وهو قيام الموظف العام بالتعبير عن إرادته لصاحب المصلحة بالحصول لنفسه أو لغيره عن مقابل أدائه العمل الوظيفي أو الامتناع عنه. طبعا تقع الجريمة كاملة بمجرد الطلب، وليس بالضرورة أن يكون قد يعني خدم الشخص الذي يريد أن يعطيه الرشوة، لا يشترط، ولكن إذا حدث أن قام الموظف بمجرد الطلب ثم بعد ذلك امتنعت تقديم هذه المبلغ المالي أو المبلغ العيني للشخص بأي طريقة من الطرق، فتعتبر الجريمة جريمة الرشوة قد وقعت، لأن الموظف بمجرد طلبه قد عرض العمل الوظيفي للإدجار. وهذه طبعا تعتبر السبب في مسألة تجديد القانون على مسألة هذه الجريمة بالذات، لأنه بالفعل أنت الوظيفة العامة تعتبر شرف، الوظيفة العامة تعتبر شرف، وكذلك تعتبر حارس للدولة في هذا المكان، وأن تعتبر هذا الثغر أنت قائم عليه وحارس عليه وأنت مؤتمن وواثق به. فقيامك بمسألة مجرد طلبك لمثل هذا الشيء كأنك تخل بمسألة الثقة الذي منحت من قبل الدولة، فلذلك جعل القانون أنه تعتبر الجريمة قائمة بمجرد حصول هذا الطلب منك إلى الشخص صاحب الحاجة.
وطبعا ولو حدث مسألة إخلال يعني، ولو حدث مسألة لم تقم بمسألة خدمة ذلك الرجل، فيكفي مجرد طلبك لهذا الأمر. الثاني الأخذ، يتمثل الأخذ في حصول الموظف بالفعل على المقابل، ويتحقق ذلك بتسليم الموظف المقابل إذا كان ذا طبيعة مادية بأي طريقة كان. فيستوي أن يكون التسليم حقيقيا أو رمزيا، ويصح أن يتسلم الموظف المقابل بنفسه أو بواسطة غيره، وأن يصدر كذلك التسليم من الراسي أو الوسيط، كما يتحقق الأخذ بانتفاع الموظف يعني إذا لم يكن للمقابل طبيعة مادية كقيام الراشي بترميم منزل المرتشي دون مقابل. كذلك تأخذ كذلك طبيعة القبول، يكفي مجرد القبول أحيانا، قد يعني بس فقط القانون رتب على مسألة هذا القبول أن يكون القبول جديا يعني، لكن أحيانا قد يحدث أنه بعض الموظفين يعني يكون يعني محرج يعني من شخص أو من منصب شخص، فيبدي له أنه قابل لهذا الأمر، لكن أنه بالحقيقة يعني لا يريد ذلك يعني. فذلك رتب القانون قال لابد كذلك للقيام الركن لابد من القبول. يكفي طبعا القبول لتوفر جريمة تامة، والقبول هو سلوك للموظف يعبر عن إرادته في الموافقة على القيام بعمل أو الامتناع عنه مقابل الوعد بالعطية أو الميزة الذي صدر على الراشي. طبعا ولا يشترط للقبول شكل معين، فيستوي أن يصدر شفاهة أو كتابة أو صراحة أو ضمنا أو بأي شكل من الأشكال. ويشترط في القبول أن يكون كما قلنا لابد أن يكون جديا، لا أن يكون القبول مثلا للتهرب يعني أو يعني من باب الحرج أو تمام أو شيء يعني يدل على الهزلية أو عدم الجدية، فهذا لا يحقق كذلك مسألة الجريمة. اثنين كذلك موضوع السلوك الإجرامي، الموضوع لهذا الجانب الإجرامي هو يتمثل بمسألة العطية أو المزية أو الوعد. فقد تكون قد يكون يعني الفائدة المادية الذي يحصل عليها الجاني عطية معينة، سواء كانت مبلغا ماليا من النقود أو قد تكون يعني أشياء يعني معنوية معينة، كأن يعطيه مثلا سيارة، كأن يعطيه مسألة بيت أو يعطيه شيء أو أي شيء قد ربما يكون يعني شيء ثمين، أو قد تكون مزية أو وعد مثلا كأن يوعده فلان الفلاني مثلا لو ضربنا جدلا أن يكون الذي طلب يعني الحصول على منفعة كان يكون موظف في مكان آخر في أو في وزارة أخرى أو في هيئة أخرى، ثم يقوم هذا الشخص يوعده بمسألة وظيفة أو أنه سيعطيه ترقية أو شيء من هذا القبيل، فالذي يبدو أنه كل هذا حاصل في مسألة هذه الجريمة. كذلك لابد من وجود ثلاثة، الارتباط بين المقابل وبين القيام بالعمل أو الامتناع عنه، تستلزم جريمة الرشوة وجود ارتباط بين المقابل الذي يحصل عليه الموظف وبين قيام بعمل معين أو امتناع عنه. والمشرع قد حدد ما يقوم به الموظف نظير حصوله على المقابل بثلاث صور، وهي الصورة الأولى وهي الرشوة المرتكبة لأداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه، الصورة الثانية هي الرشوة المرتكبة للإخلال بعمل وظيفته، ويجمع بين الصورتين السابقتين كون الموظف مختص بالعمل الذي يطلب منه القيام به أو الامتناع عن أدائه. الصورة الثالثة تتعلق بالأعمال التي لا تدخل في اختصاص الموظف، وإنما يعتقد خطأ أو يزعم أنها داخلة في اختصاصه. وكذلك لابد من وقت تمام جريمة الرشوة، ويتوفر الركن المادي لجريمة الرشوة بمجرد قيام الموظف بالأخذ أو القبول أو الطلب سواء كان الموظف مختصا أو لا. كذلك يعني الاشتراك في الرشوة، وقد نصت المادة 155 يعتبر راشيا كل صاحب مصلحة عرض على موظف عام رشوة، ويعتبر وسيطا رائشا كل من عاون الراشي والمرتشي بأي طريقة كانت على ارتكاب جريمة الرشوة. ولذلك تأتي أنه هذه الجريمة كبيرة، كون كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن الراشي والمرتشي والرائش بينهما. والرائش هو الوسيط، ومن يدخل بين الرائش وكذلك ملعون الوسيط الذي يدخل ما بين الراشي والمرتشي، ويكون له دور إيجابي في جريمة الرشوة، وقد أطلق عليه المشرع لفظ الرائش، فعمله لا يمثل جريمة مستقلة لأنه يعتبر رسول مشترك بين الرائش والمرتشي، يعني شخص يسهل يوافق ما بين إرادة الطرفين. ويلزم طبعا في الاشتراك أن يكون الشريك في الرشوة عالما بأن العطية أو المزية هي نظير قيام الموظف بالعمل والامتناع، وأن تتجه إرادته إلى ذلك، ويعاقب الرائش بنفس العقوبة المقررة لجريمة مرتكبة من الرائش أو المرتشي. طبعا الركن المعنوي للجريمة
الرشوة جريمة عمدية قوام الركن المعنوي فيها، وهي ما يسمى مسألة العلم والإرادة، ولا يتوفر القصد الجنائي لدى الفاعل في جريمة الرشوة إلا بعلمه بكافة العناصر الواقعة والداخلة في تكوين الجريمة. فينبغي أن يعلم الجاني أنه موظف عاما، ويلزم أيضا على علم المجني عليه بأن من يطلبه أو يقبله أو يأخذه من يعطيه أو مزيه مقابل قيامه بهذا الفعل. كما يلزم أيضا أن تتجه إرادة الموظف إلى الاستفادة من العطية أو المزية سواء بنفسه أو بالواسطة. ثالثا، جريمة الارتسال اللاحقة وعقوبتها. طبعا نص القانون على مسألة جريمة الارتسال قد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 7 سنوات كل موظف عام أدى عملا ممتنعا عن أداء عمل إخلالا بواجب وظيفته. كذلك لاحظ أن جريمة الارتسال اللاحقة ترتكب بالنظر إلى عمل أو امتناع تم في الفترة السابقة، ولذا يطلق عليها جريمة الارتشاء اللاحقة. طبعا عناصرها الذي لا بد ان تتوفر فيها واخلال الموظف بواجب وظيفته بناء على اتفاق سابق، كذلك عدم وجود اتفاق سابق بين الموظف وصاحب المصلحه على حصول الموظف على عطيه او مزيه، طلب الموظف او حصوله على عطيه او مزيه نظير ما قام به من عمل، او كذلك الامتناع او الاخلال عن اخلال بهذا العمل. عقوبه الرشوه الاصليه الحبس مدة لا تزيد عن 3 سنوات إذا كان العمل أو الامتناع حقا أي متفقا مع القواعد، وجعل عقوبة الرشوة الحبس الذي لا يزيد عن 10 سنوات، وإذا كان العمل أو الامتناع مطلوب من الموظف يمثل إخلال إذا كان يمثل إخلال بواجب الوظيفة. طبعا هناك عقوبة تكميلا نصت عليها المادة 161، وهي أحكام في جميع الأحوال بمصادر ما تم تحصيله أو عرض من الرشوة أو استغل للنفوذ. طبعا عقوبة جريمة الارتسال اللاحق قرر المشرع لعقوبة الارتسال اللاحق عقوبة أخف من العقوبة المقررة للرشوة المعتادة، حيث جعل العقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته عن 7 سنوات والمصادر خلافا لعقوبة الرشوة الأصلية التي تصل إلى الحبس الذي يزيد عن 10 سنوات. كذلك امتناع العقوبة إن يعتبر من الأشياء التي تمنع من سلسلة العقوبة الإعفاء عن عقوبة الرشوة لا يمتد إلى عقوبة المصادرة. فإذا حدث مسألة أنه أعفي شخص عن مسألة الرشوة لشيء ما قدره القاضي، فلا تطل تلك العفو أو ذلك الحكم بالعفو يعني موضوع الجريمة. طبعا حالة يمتنع فيها العقاب على جريمة الرشوة، وهي الأولى إبلاغ السلطات بالجريمة، والفرض في هذه الحالة أن الجريمة قد وقعت إلا أنها لم تصل، فهنا يحدث كذلك أنه يمتنع مسألة العقاب. الثاني مسألة الاعتراف بالجريمة، ويظهر الفرق بين الإبلاغ والاعتراف أن الأخير لا يتم إلا بعد الكشف عن الجريمة، أما الإبلاغ فيقع قبل الكشف عنها، والحكم من اعتبار الاعتراف بالجريمة مانعا من موانع العقاب توفر الدليل على ثبوت الجريمة ومعرفة مرتكبيها، كون يعني اعتراف الشخص بالجريمة كأنه يعني يمكن القول أنه الجانب المعنوي أصبح غير موجود وغير متوفر للقيام. أما إذا أصر ثم جاء بعد ذلك شهود وشهدوا أنه قام بمسألة الارتياء، هنا تكون الجريمة مكتملة. جريمة كذلك ما يسمى عرض الرشوة. مفهوم جريمة عرض الرشوة تفترض الجريمة وجود طرفين، الرائث صاحب الحاجة والمرتشي اللي هو الموظف العام، وأن سلوك الجريمة يتمثل في الأخذ والقبول للعطية أو المزية من قبل الموظف العام، يفترض أن هناك عرض من قبل الرائش. طبعا فإذا لم يقبل الموظف العرض القائم من قبل الرائش فإنه لا يمكن معاقبة الشريك وفقا للقواعد العامة لأحكام المساهمة الجنائية، الأمر الذي يؤدي إلى إفلات الرائش من العقاب رغم خطورة مسلكه على الوظيفة العامة. طبعا أركان جريمة عرض الرشوة، الركن المادي في جريمة عرض الرشوة عرض الرشوة من جانب صاحب الحاجة، وكذلك يحصل أنه مع هذا العرض عدم قبول الموظف العام لهذا العرض. كذلك ما يتعلق لابد من توفر ما يسمى مسألة الركن المعنوي في جريمة عرض الرشوة. جريمة عرض الرشوة من الجرائم العمدية التي يلزم لتوفر الركن المعنوي فيها تحقق القصد الجنائي بعنصر العلم الإرادة، فلابد أن ينصرف علم الجاني إلى كافة العناصر الواقعة المكونة للركن المادي للجريمة، فينصرف عمله إلى صفة الشخص المجهل للعرض بالعطية أو المزية أو الوعد، وإلى اختصاصه بالعمل الوظيفي، والسبب في ذلك أن يكون هذا الاختصاص حقيقيا أو مزعوما أو متوهما، وأن تتجه إرادة الفاعل إلى فعل العرض والنتيجة المترتبة عليه وهي قبول العرض، ويتفرر القصد الجنائي لدى عارض الرشوة حتى وإن كانت نيته الحقيقية متجهة إلى عدم تنفيذ ما وعد به، ولكن يعني يكتفى بالأخذ بهذه الجريمة بمجرد قيامه بعرضه للموظف العام. طبعا عقوبة جريمة عرض الرشوة فرق المشرع بالنسبة لعقوبة عرض الرشوة حالتين. الأولى إذا كان العرض قد قدم لحامل الوظيفة على القيام بعمل أو الامتناع عن عمل إخلالا بواجب وظيفته، فإن العقوبة هي الحبس الذي لا تزيد مدته عن 3 سنوات مع المصادرة لما تم عرضه.
والحالة الثانية إذا كان العرض قد تم بهدف حمل الموظف على القيام بعمل مشروع أو الامتناع عن عمل يجب عليه الامتناع به، فأن يعني بمعنى أن يكون ذلك داخل في اختصاصه، وأن كذلك تكون يعني هذا العرض يتوافق مع مقصد القانون ومقصد العمل بالذات، بمعنى أن يكون حق. ويقول بعضهم يقول إنما أنا طلبته مسألة حق، فمع ذلك القانون نظر لهذه المسألة فجعل العقوبة هي الحبس الذي لا تزيد مدته على سنة أو الغرامة، ويحكم بالمصادرة في كلا الحالتين. عزيز دارس، يمكن أن تجيب على سؤال: لا تنطبق جريمة الرشوة ما لم يكن الفاعل موظفا عاما وقت ارتكاب الجريمة. عدد يعني أقسام، ما المقصود بجريمة عرض الرشوة؟ من خلال التعريف السابق المفهوم طلب والأخذ والقبول للرشوة، هل يمكنك عزيز الطالب ملاحظة أوجه التشابه والاختلاف فيما بينهما؟ عزيز الطالب، قم بوضع أقسام جريمة الرشوة وصورها في مخطط مفاهيمي أو شكل توضيحي يلخصها. نكون بهذا عزيز الطالب قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة التي تكلمنا عن مسألة الرشوة، وتكلمنا عن تعتبر من الجرائم الكبيرة التي تخل بالثقة والأمانة الذي أعطته الدولة للموظف العام، الذي حقيقة يمس أمر مهم يتمثل في ولائه للدولة ولهذه الوظيفة العامة وإخلاله بالثقة والمسؤولية، والذي حقيقة هذا الموضوع أثر تأثيرا سلبيا على وضع البلد بسبب إخلال هؤلاء الموظفين بشكل أو آخر بهذه الوظيفة واستغلالها لمصلحتهم الشخصية، الذي حقيقة هي أينما وجدت وفي أي دولة كانت تؤدي إلى زعزعة الثقة وإلى كوارث كبيرة جدا يعني لا تحمد عقباها. عزيزي الطالب، مطلوب منك بعد دراسة هذه الوحدة أن تقوم بعمل الآتي: قم بتلخيص موجز لجريمة الرشوة. نكون بهذا عزيزي الطالب قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.